notamment Kemeyafo Halabed Lkol. C'est le doyen des assureurs, fondé en 1912. وفي الصناعي وفي الحرفي وفي الأشخاص الطبيعيين. صندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي اللي العباد الكل تعرفها كتما، صندوق ذو صبغة تعاونية يأمن بالأساس، هو النشاط الأساسي متاعو الفلاحة، يأمن الفلاحة نشاطهم، نأمنوا ضد حجر البرد، نأمنوا ضد الحريق الصابة، الحريق المخازن، نأمنوا البيوت المكيفة، نأمنوا المستغلات الفلاحية، نأمنوا مراكب الصيد البحري. وكيما نقدموا خدمات الفلاحين، احنا خممنا زادة في عائلاتهم وفي المحيط متاعهم، وانفتحت التأمينات كتما على المحيط الصناعي ونأمنوا الصناعيين، كما نزيد نأمنوا الأشخاص الطبيعيين الأفراد، التأمين على الحياة، التأمين الادخار، هذوما كلهم خدمات يقدمهم الصندوق التونسي للتأمين. للأسف لاحظنا توا الفلاح يعزف على التأمين ولا يمشي كان للتأمين الإجباري اللي باقي باش ياخذ قرض، احنا راهونا ننصحوه باش يأمن الزراعة متاعو والإنتاج متاعو على خاطر بالتأمين لا قدر الله تصير كارثة ولا يصير حادث يلقى باش يعاود يقوم ويبدا. احنا تونس مستقبلها في فلاحتها، والفلاحة ما تتم كان بالاستثمار والتأمين على الاستثمار. احنا اليوم موجودين في السي ام اب باش نقربوا اكثر للفلاحة اللي ما نجموش يمشيونا، مع انه تأمينات كتما موجودة في كامل تراب الجمهورية، عندنا اكثر من 130 فرع على ذمتكم. اللي يحب يستفسر على حاجه ولا يتصل بينا سواء يجي هوني للمعرض في الهول 2 في الستون تاعنا، والا باقرب فرع التامينات كتما موجود بحذاه، يلقى شكون في خدمته، الاعوان واطارات الصندوق كلهم يرحبوا بكم، يعطيكم التوضيحات اللازمه والاستفسارات اللي تحبوا عليها الكل. تأمينات كتما ترحب بكم، تنجموا لمزيد الاستفسار تطلعوا على صفحتنا على الفيسبوك اسيغونس كتما، تزوروا الفروع متاعنا ومرحبا بكم.